عندنا على راديو تي في الأهرام. وأكلات مبتكرة ولذيذة وشهية مع مطبخ غفران. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعي قناة وراديو الأهرام. النهاردة حلقة جديدة من حلقات كل يوم جديد في مطبخ غفران. طيب هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل الفطير، بس مش الفطير المشلتت، لا هنعمل فطير المحشي. الفطير المحشي من أحلى الوصفات اللي ممكن تاكليها في الصيف وانت زهقانة من الطبيخ، مش نفسك تقومي تطبخي وتعملي رز وتعملي أكل والأكلات المعتادة. أحيانا أولادنا بيكونوا عايزين السندوتشات السريعة، طب ليه ما نعملش الفطير؟ الفطير أحلى بكتير من أي سندوتشات. هو عبارة عن عجين رفيع رقيق جدا، وأحلى حاجة في العجين ده إحنا هنعجنه بس مفيش تخمير، يعني مفيش خميرة، فمحدش يسألني فين الخميرة، لا مفيش خميرة طبعا في الفطير. عجين رفيع وبيتمد بسهولة وبيتفرد، كل القصة بس إنك تعمليه بالخطوات الصح. طيب حبيت المرة دي إني أستعرض لكم حشوتين من الحشوات الروعة اللي ممكن تتحشى بيها الفطير، وفي الأسبوع الجاي إن شاء الله هتشوفوا حشوات تانية. لذلك أنا حبيت المرة دي أخلي الفطير ياخد حقه، نعمل حشوتين دلوقتي وحشوات تانية نديلها أفكار أكتر إن شاء الله هتشوفوها في الأسبوع اللي بعده. طيب إيه الحشوتين محضراها مع الفطير؟ هنعمل حشوة فاهيتا الفراخ، أعتقد كلنا بنحب نشتري فاهيتا الفراخ كساندوتشات من برة، هنعملها في البيت وانت بقى حرة تحشيها بأي طريقة أو تخليها في الفطير هتتعلمي إزاي تعملي عجينة من ألف إلى الياء. وهنعمل كمان حشوة السجق، بس مش هنشتري سجق من برة، هناخد اللحمة المفرومة بتاعتنا ونتبلها بتوابل السجق ومكوناته، يطلع معاكي أحلى طعم سجق تحشيه جوه الفطير. يلا نشوف الفيديو وإن شاء الله هيعجبكم جدا. الفطير الشرقي وجماله محبوب الملايين، المنقذ اللي بيطلعنا من مود الطبيخ اللي بنكون زهقانين منه احيانا. ولادنا بيكونوا عايزين ياكلوا سندوتشات، فليه نجيبه من بره؟ هنعمل سندوتشات اللي هي عباره عن الفطير الشرقي المحشي اللي ممكن ننوع بحشواته، حشوات متنوعه جدا. حلقه النهارده هنعمل حشوتين مميزين جدا زي ما قلت لكم، حشوه محدش هيختلف عليها ان شاء الله، واللي هي حشوه فاهيتا الفراخ. كلنا بنروح لمحلات بره البيت نطلب فاهيتا الفراخ او نطلبها على شكل سندوتشات، فالمره دي هنعملها بالعجينه اللطيفه الرفيعه الجميله دي، عجينه الفطير. شايفين رفع العجين؟ احلى حاجه فيه انه ما فيهوش تخمير، بمعنى تخمير يعني ما فيش عندي عجينه حتى تنفخ، هو بس عجين هيرتاح. طبعا فاهيتا الفراخ هتطلع معانا حلوه، لازم كمان الفراخ تبقى طريه وجميله. الحشوه الثانيه شايفينها دلوقتي قدامكم هي حشوه السجق، طبعا انا عاملاها باللحمه المفرومه ومدياها تتبيلات التوابل اللي بتديها طعم السجق، وهنتعرف عليها مع بعض. خلينا نشوف الاول فاهيتا الفراخ. عندي نص كيلو من الفراخ المقطعه بشكل رفيع زي الشاورما، عندي حبتين من البصل المقطعين كمان جوليان شرايح، وفلفل رومي الوان من كل الالوان متقطع، ومعلقه صغيره من الثوم المهروس، عندي كوبايه من المشروم وثلاث معالق كبار من زيت الزيتون، ومعلقه كبيره من صلصة الطماطم. التوابل عبارة عن بصل باودر وتوم باودر نص معلقة صغيرة، وعندي معلقة كبيرة من النشا، وعندي الأوريجانو اللي هو الزعتر نص معلقة صغيرة، وعندي ملح كمان عبارة عن نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة صغيرة من الشطة، ونص معلقة صغيرة من السكر، وربع معلقة صغيرة من الكمون. كل التوابل دي بلخبطها كده مع بعض، وبضيف منها على الفراخ عندي مقدار معلقة كبيرة ونص أو معلقتين كبار. طيب دلوقتي حطيت زيت الزيتون على الفراخ بتاعتي، وبعدين بنزل دلوقتي بشوية زيت في الطاسة. لما الطاسة تسخن كويس جدا، لازم تكون سخنة جدا، بنزل عليها بالفراخ وافضل بقلب على نار عالية لغاية ما الفراخ عندي تشرب التتبيلة كويس وتستوي وتديني اللون الذهبي الجميل. طبعا طالما بسوي الفراخ على نار عالية فمش هتنزل السوائل اللي فيها. نزلت بصلصة الطماطم وبكمل تشويح في الفراخ شوية كمان بس، وبعدين برفعها عن النار. بنفس الطاسة اللي فيها شوية الزيت
بحط شوية ملح وببدأ بشوح البصل. البصل بديه شوية وقت لغاية بس ما يبدأ يدبل وياخد لون بسيط، بنزل بالثوم بشوحه كده على جنب في الطاسة، وبعد ما يتشوح معايا حلو بنزل بالمشروم، بعدين طبعا هنزل بالفلفل الألوان. فدلوقتي بنزل بالفلفل الألوان وبديه كمان 3-4 دقايق لغاية ما يدبل والنار عالية، أنا شغالة على نار عالية. دلوقتي لما دبل عندي الفلفل الألوان بنزل مرة تانية بالفراخ بتاعتي وديها تقليبة كده لطيفة مع البصل والفلفل، وكده حشوة عندي بقت جاهزة. رفعتها عن النار ونشوف مع بعض حشوة السجق. عبارة عن 0.5 كيلو من اللحمة المفرومة، وحضيف عليها التتبيلة اللي هي عبارة عن 2 ملاعق كبار من الثوم مهروس، ومعلقة كبيرة ونص من الكزبرة، معلقة صغيرة ونص من الكمون، معلقة صغيرة من 7 بهارات، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، 2 ملاعق كبار صلصة طماطم، ومعلقتين كبار من هريسة الشطة اللي هي مش حراقة سوري لو توفرت، اللي هي دي اهو قدامكم. لو مش موجودة ممكن تحطي حاجة بسيطة من هريسة الشطة، كوني حريصة بس ما تخليهاش مشطشطة قوي عشان بس لو عندك اطفال. طبعا الملح تقريبا هنحط بحدود اقل من معلقة صغيرة. دلوقتي هسيب اللحمة في التلاجة شوية 2-3 ساعات تاخد من طعم التتبيلة. الخضار اللي هضيفه معاها تقريبا 2 بصلات كبار مفرومين ناعم، وعندي فلفل رومي أخضر هيكون كمان 2-3 حبات مفرومين ناعم، وعندي كمان 2 حبات من الطماطم مقشرين ومقطعين. طيب الفلفل الألوان ممكن نضيفه لو احنا كمان عايزين. طبعا زي ما شفتوا عادي جدا، حطيت شوية زيت وقلبت اللحمة لغاية ما استوت ورفعتها عن النار. هنا نزلت بالبصل والفلفل المفروم. هنا المرة دي انا ما استعملتش بس الأخضر، استعملت الأخضر وألوان. عندي كان عندي شوية فلفل ألوان في التلاجة، باقي قطع كده يعني زي ربع حبة من كل لون، ففرمتهم بدل ما يكون كله فلفل رومي أخضر. دلوقتي نزلت طبعا بعد ما نزلت بالطماطم والطماطم نشفت مع الفلفل الألوان، نزلت باللحمة وقلبتها مع مزيج الخضار كده، عندي الحشوة بقت جاهزة. طيب الفطير نفسه عبارة عن 1 كيلو من الدقيق مع 1 ملعقة كبيرة من السكر، 1 ملعقة صغيرة من الملح فقط لا غير، ومية دافية هنستعملها أثناء العجن لغاية ما العجينة عندي تتلم وتبقى عجينة لطيفة. مش عايزاها طرية على الآخر، مش عايزاها بتكون بتمط وطرية جدا، لا أنا عايزاها كورة حلوة ملمومة. طبعا لازم يكون فيها طراوة، ما ينفعش تكون ناشفة، لو الكورة بتاعتي ناشفة مش هعرف أفرد الفطير. دلوقتي عمالة بقلب لغاية ما أو بعجن لغاية ما أحس إن السوائل اللي عندي كفاية، هو هيحتاج من 2 لـ 2.5 كوباية من المية الدافية، فلازم نكون ايه حريصين واحنا بنقلب وبنعجن. شايفين عندي العجين بدأ يتلم بشكل كورة، الكورة دلوقتي تعتبر طرية ملزقة بايدي وده طبيعي، وحبدأ بقى اعجن على رخامة، وده الافضل اني ادي العجنة دي علشان الجلوتين اللي في العجين لازم يطلع ويتحرك عندي، وده الاساسي حتى ما يتقطعش معاكي الفطير وانت بتفرديه، لان انا بنفرده رفيع جدا. بستمر بالعجن كده على ايدي، لو عندك عجان مفيش مشكله طبعا، اعجني مده 5 دقائق لغايه 7 دقائق. غسلت ايدي عشان اشوف بقى قوام العجين وبيلزق ازاي. لما بتغسلي ايدك لازم تلاقي التلزيق في الايد خفيف مش بيسيب اثار، والعجين مش مشقق، ولكن مش عايزه العجينه اللي هي طريه وبتسيح، عايزاها كده تتلم معايا بشكل كوره زي ما انتوا شايفين. طيب كده العجين او العجين السوائل بتاعته مظبوطه وكويسه، لو السوائل اقل من كده هيشقق اثناء الفرد. طيب دلوقتي خليني اقطع العجين، وبعد ما يتقطع هيرتاح. بقطع العجين نصين، كل نص هيتقطع كمان بالنص، فكده بقى عندي 4 اقسام كبيرة او 4 كور كبيرة. كل كورة دلوقتي انتوا شايفيني بستعمل زيت، كل شوية بمسح ايديا بالزيت والعجين بالزيت، كل كورة هتتقطع 4 اقسام. تمام. طيب عندي 3 كرات كبار بقطعهم لـ4 كور اصغر، فكده هيكون عندي في النتيجة الكور دي ادتني 16 كورة. تمام.
12 كرة منهم هحتفظ بيهم زي ما هم بحجمهم دي ده. يعني دلوقتي انا عندي زي ما انتم شايفين بالزيت، بحاول بس الم الكور تبقى كور شكلها منتظم. هاخد صينية واحط فيها حبة زيت، يكون كمية حلوة مغطية الصينية، وبدهن الكور بزيت كويس من وشهم، وكده هكون رصيت 12 كرة كبيرة. تمام. طيب دلوقتي عندي 4 كرات الفاضلين، هقطع كل كورة ل3 كور صغيرين، فبقى عندي كمان 12 كورة صغيرة. كمان بكورهم بشوية زيت واتأكد انه شكلهم منتظم، هحطهم في صينية كمان مدهونة زيت كمية حلوة، وهم مدهونين زيت بشكل حلو. ودلوقتي طبعا هيتسابوا ويرتاحوا معايا مدة ساعة ونص ساعتين. اهم حاجة اكون مغطياهم عليهم زيت بشكل حلو، وبعد ما اكون حطيت الزيت هغطيهم بالنايلون يمنع دخول اي هواء عنهم، حتى بحاول افصل ما بينهم بحيث لما يرتاحوا ما يلزقوش قوي في بعض. تمام. طيب دلوقتي وحجمهم مش هينتفخ، هما هيسيحوا كده في الصينية بالعرض، شايفين ازاي اهو. فدلوقتي بشيل كل قطعة وحبدأ عملية الفرد، فهنفرد مع بعض الكور. باخد كرة كبيرة وكرة صغيرة، كل فطيرة هتاخد كرة كبيرة وكرة صغيرة. بفرد كده بإيدي بواسطة الزيت زي ما انتوا شايفين، بفرد وبمد، وكل شوية طبعا ببل إيدي بحبة زيت. هفرد فهنلاقي النص بيبقى شفاف، الأطراف بتكون هي لسه أكتر سمكا، لأن أنا بفرد من جوه لبره، من النص لبره، شايفين؟ فهتلاقوا النص بقى شفاف. نحاول ما نقربش بقى على النص كتير، ونبدأ نشتغل على الأطراف. ايديا مدهونه بشويه زيت، بشد الاطراف معايا كويس جدا لبره، شايفين المنظر، بشد للخارج لبره لغايه ما يبقوا الاطراف عندي رفيعين جدا كمان، شايفين المنظر. طيب دلوقتي كوره صغيره كمان هقوم فرداها، هفردها كده على جنب بنفس الطريقه لغايه ما تبقى رفيعه، هحطها في النص. ايه فايده الكوره الصغيره دي اللي فردتها؟ الحشوه لما هتتحط العجين الرفيع ده مش هيقدر يشيل الحشوة، فلما بحط عجين في النص تاني طبقة كده هعرف أشيل الحشوة بتاعتي بالفطير. فده هو طبقة العجين التانية اللي هتساعد الفطير ما يتقطعش. مديت حشوة السجق وحطيت جبنة موتزاريلا، ودلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين بطبق العجين عادي جدا من الطرفين، والطرفين الباقيين كمان يتطبقوا تاني على النص كده. تمام زي الفل. هخلص كمية حشي العجين اللي عندي، ودي تتساب عادي جدا في صينية مدهونة زيت، وتحتيها الصينية فيها كيس نايلون ومدهون الكيس النايلون زيت، هقول لكم ليه وهتشوفوا معايا. دي حشوة الفاهيتا بنفس الطريقة تماما، بحط كمية حلوة من الحشوة ومش هيتقطع العجين ان شاء الله، وهيشيل الحشوة. اهم حاجة نعرف نتعامل مع العجين واحنا بنشيله واحنا بنطبقه، شايفين؟ طيب لو حصل حاجة اتقطعت منك عادي جدا ما تخافيش، هتقدري تسوي العجين بكل بساطة على النار. طيب دلوقتي اهو العجين عندي بقى زي الفل، وفي طبعا حشوات تانية هنعملها ان شاء الله في الحلقة اللي بعد كده. دلوقتي هحط طاسة فيها مسحة زيت خفيفة، خليها تسخن على نار هادية. يعني دلوقتي انا عايزة الطاسة تكون ايه، سخنت حلو، بس ايه النار تكون وسط هادية شوية، بحيث لما انزل العجين ما يتلسعش، بس لازم يديني صوت انه نزل على حاجة سخنة. بعد كده بعلي حرارة شوية على وسط، وافضل اقلب العجين اللي هو وسط ما يلسعش، وسط كمان يعني قريب يعتبر للهادي مش قريب للسخن. بفضل بقلب العجين من كل الاطراف واديه وقته، وممكن في مراحل تقللي حرارة النار خالص وتسيبي العجين ياخد وقته لغاية ما يستوي. ولازم اهم حاجة كمان من الاطراف الصغيرة اللي على الجنب كمان تحسيه استوى، فقربي العجين لاطراف الطاسة ياخد كمان حرارة. بفضل بقلب كده، ممكن كل فطيرة تاخد لها 10 دقايق، تاخدها براحتها لغاية ما العجين كله يستوي ويقرمش ويبقى زي الفل. حشوات الفطير كتيرة جدا ممكن ننوع فيها، ولذلك في الحلقة اللي بعد كده هنعمل حشوات ممكن تكون مختلفة وجديدة. في منهم هيكونوا حشوات بالخضار بس من غير وجود لحوم خالص، وفي حشوات هتكون مزيج من اللحوم مع الخضار، وفي حشوة شيش طاووق مع تومية هوريكم ازاي بعملها كمان حلوة جدا. فاستنوني كمان في الحلقة الجاية الاسبوع الجاي ان شاء الله، هتشوفوا
تضيفوا حشوات متنوعة تانية للفطير. بس دلوقتي خلينا نشوف وصفة الحلو، لأن أنا بعد ما ناكل فطير لازم نحلي مع كوباية شاي. فهتشوفوا دلوقتي يا ترى إيه وصفة الحلو. استنوا الفيديو التاني.